اهلا وسهلا وين ما كنتم متابعي قناه السعوديه، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقه جديده من السعوديه. موعدنا معكم ثابت ويتجدد كل جمعه وسبت، تقدمه لنا زميلتي نهى. يسعد مساك. يا هلا وسهلا عبد العزيز، يسعد مساك، وحشتونا قد الدنيا، اشتقنا لكم فعلا. هاللحظه هذه تعني لنا وغاليه علينا ان احنا دائما نتشارك فيها. كيف معاكم؟ كانت اجازتك؟ جميله جميله، مناسبات وتخمه طبعا وعزايم مع عيد الاضحى. ها ما بقول شيء عبد العزيز، ما تمسكها يعني، خصوصا الله يعيد الافراح. اي والله امين. بس قبل شوي انا ونوها نسولف نقول ايش اخبار الوزن، يعني كنت اشتكي لها اقول الفتره اللي مضت يعني كأننا خربناها شوي، فأنا أقول إنه الظاهر نزلت 3-4 كيلو، هي الظاهر نمسكت نفسها شوي. لازم دائما عيد الأضحى عيد يعني الله يديم الأفراح، بس نعيد مناسبات وتخمة واستراحات ولحوم وها. اي ولازم كل واحد يعني يذوق ضحية الثاني، لازم يقيمها ولازم ينبسط فيها، فلازم نسوي كنترول نرجع شوي. كويس ان الدكتور مو معانا اليوم، كان بيعطينا الدكتور محمد دش مضبوط والله، حيعطينا كيف نتخلص من الشحوم الزايدة وكيف نرجع لوضعنا الطبيعي الصحي. طبعا مثل ما قلنا لكم اشتقنا لكم كثير، متجهزين لكم بكل مواضيعنا اللي ان شاء الله يا رب تستمتعوا فيها معانا، وما راح نرضى تفوتوا ولا دقيقه من شاشه السعوديه. خلونا نشوف مواضيعنا لليوم. اولويه بطاقه لتيسير الحصول على الخدمات الصحيه. والاسكان الدعم السكني لذوي الاعاقه العزاب. وفي قصتي لليوم، مهند 24 عملية وبتر لم تمنعه من تحقيق أحلامه. نبدأ حلقتنا بقصة نجاح وعشق من الصغر، استطاع من خلالها ناصر الدوسري أن ينشئ مربطه الخاص ومشاركته في كثير من الفعاليات الوطنية والأفلام السينمائية. تفاصيل أكثر مع زميلنا خالد الحميداني. ناصر الدوسري وقصة عشقه للخيل منذ وقت مبكر حتى استطاع تأسيس مربط خاص باسمه، وقدم من خلاله خدمة التدريب على ركوب الخيل وتعليم جميع فنون وقواعد الفروسية وتربية الخيول. من ناحية عن بدايتي في الفروسية، بداية الفروسية كان عمري أتوقع من 7 إلى 8 سنوات، كان ركوب عشوائي، الوالد كان يدعمني الله يرحمه. كنت أركب في أماكن عامة، أركب في الثمامة، أركب على بحر، أركب في الطائف، في أماكن عامة. لين تقدمنا في العمر وجتنا فرصة، بدأنا نحتك في فرسان أولمبيين ودوليين وما قصروا معنا، احتكينا معهم طال عمرك لين وصلنا إلى روح المنافسة في البطولات الدولية والمحلية. وعن حبه لهذه الهواية والذي شجعه على إنشاء هذا المربط هي المشاركة في كل محفل من محافل الوطن، ومشاركته كذلك في اختيار بعض الخيول لديه في بعض الأفلام السينمائية. أنشأت الأسطبل هذا تقريبا في سنتين أو أقل من سنتين، يعني حسيت أن لازم يكون عندي نواة أو نقطة مركزية أنطلق فيها إلى البطولات، سواء بطولات قفز الحواجز أو سباقات القدرة التحمل أو إلى 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 التصوير والمهرجانات إلى السينما بالخيول. والحمد لله أنشأت الأسطبل هذا، وصار عندي الحين تدريب لكل الجنسين، للرجال وللنساء وللعوائل. ومن خلال اقترابه من الخيل وتربيتها والاهتمام بها جعلته يفهمها، كما أن وجوده بالقرب منها فتحت له آفاقا كثيرة. تعاملي مع الخيل المفروض أنت كفارس، مو بس أنك تيجي تركب الحصان وتطلع الميدان، لا، لازم أنت تراقب حصانك، هل هو عنده طاقة إيجابية ذيك اليوم، هل الحصان مثلا تسأل السايس هل كمل وجباته، هل صحته جيدة، هل عنده قدرة على التمرين أو ما عنده قدرة، فهذا يحكم أنك تودي المجهود الرياضي أو أنك ما تودي المجهود الرياضي في نفس اليوم. ويعتبر هذا المشروع الذي اهتم به الدوسري في عالم الخيل يهدف إلى نشر هذه الثقافة، لأن رياضة ركوب الخيل هي وسيلة لتمرين العقل وتطويره، ومنها يتعلم الفرد مهارات وأساليب جديدة في حياته. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن.
نبدا معاكم اول مواضيعنا واللي تختص بخدمه فئه معينه واللي تقدم فيها وزاره الصحه بطاقه اولويه، وهي لفئات محدده من مراجعي المنشاه الصحيه لتيسير حصول المستفيدين على الخدمات الصحيه. وستبدا المرحله التجريبيه، حنتعرف عليها وعلى تفاصيلها اكثر معنا الاستاذ عبد الرحمن المالكي مساعد المدير العام لمركز تجربه المريض بوزاره الصحه. حياك الله استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله نهى وحياك الله ويا عبد العزيز والسادة المشاهدين. يا هلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، بداية ودنا نتعرف على بطاقة أولوية ومين الفئة اللي تستحقها وتقدر تستفيد من خدماتها. طبعا بطاقة أولوية هي بطاقة تمنحها وزارة الصحة لفئات محددة من مراجعي المنشآت الصحية. طبعا تأتي هذه المبادرة انطلاقا من توجيهات وزارة الصحة والقيادة الرشيدة عادة بضرورة الاهتمام بالمرضى وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم. طبعا تأتي هذه المبادرة أيضا لتحقيق على مستويات الرضا للمرضى والذويين في وزارة الصحة والمنشآت الصحية. لذلك استعدت هذه البطاقة وهي إحدى مبادرات مركز تجربة المريض، والهدف منها تسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لفئات المجتمع. طبعا تمنح هذه البطاقة لذوي الإعاقة كبار السن فوق 60 سنة، وكذلك مرضى الرعاية الصحية المنزلية، والحالات أيضا عندنا بعض الحالات التي تستدعيها اللجان الطبية من قبل المستشفيات والتي تستدعي حالاتها الصحية أنها تحصل على هذه البطاقة. والهدف من هذه البطاقة هو رفع مستوى الرضا وكذلك تحقيق تطلعات المواطنين من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة. ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن أماكن استخدام مثل هذه البطاقة وكيفية الحصول عليها. يعني اللي شاهدنا الآن ويبغى يحصل على البطاقة كيفية الحصول عليها والأماكن المستخدمة فيها، كل المستشفيات الحكومية ولا الخاصة ولا؟ طبعا البطاقة هي ليست جديدة على الغالبية من المجتمع، هي بطاقة بدأت هذه المبادرة من تقريبا 5 سنوات في وزارة الصحة. اليوم عملنا تحديث لهذه البطاقة من خلال أتمتتها وتوفيرها على منصة أو تطبيق صحتي. بدأنا حاليا بالفئات من عمر 60 سنة فما فوق، تصدر لهم تلقائيا دون الحاجة للتقديم على البطاقة. طبعا بطاقة كيف دون الحاجة للتقديم على البطاقة؟ حاليا الأعمار فوق 60 سنة تلقائيا تصدر لهم البطاقة على تطبيق صحيح. ممتاز. وذوي الاحتياجات الخاصة احنا الآن في طور تطوير هذه المبادرة. في الوقت الحالي أو في الوقت الراهن يتم إصدار هذه البطاقة من قبل مكاتب أو مكاتب أولوية في المنشآت الصحية والمستشفيات، والتي تندرج تحت إدارات أو إدارات تجربة المريض في المنشآت الصحية. تقدم هذه البطاقة في المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة خلال إن شاء الله يعني تقريبا الفترة القريبة القادمة، تكون هذه البطاقة أيضا مدرجة في ذوي الإعاقة وكذلك ايضا للمرضى من الرعايه الصحيه المنزليه. سوف تصدرهم ايضا تلقائيا من خلال تطبيق صحتي. بدانا تجريبيا الان مع اعمار 60 سنه فما فوق، وخلال ان شاء الله الفتره القادمه سيتم اصدارها للفئات الاخرى. طبعا خلال تحديث البطاقه خلال الفتره الماضيه تم التوسع في تقديم مبادره اولويه. سابقا كانت تنحصر او تطبق هذه البطاقه على عيادات الخارجيه للمستشفيات العامه. اليوم احنا توسعنا في وزاره الصحه في تقديم خدمات اولويه في المستشفيات العامه والمستشفيات التخصصيه بالعيادات الخارجيه باقسام الاشعه والصيدليه، كذلك في مستشفيات الصحه النفسيه. ادرجت الان مراكز الرعايه الصحيه الاوليه بتقديم وتسهيل الخدمات التي تستهدفها هذه البطاقة، كذلك في مراكز الأسنان وفي المراكز التخصصية. جميل. أستاذ عبد الرحمن، لما نتكلم عن العملاء المستفيدين يعني التابعين لقطاعات أخرى مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هل ممكن أيضا يستفيدوا من بطاقة أولوية؟ طبعا بكل تأكيد هناك بعض التواصل مع الجهات الأخرى. بادرت عدد من الجهات الأخرى والأمن كذلك في إصدار هذه البطاقة وتوفيرها للمستفيدين من خدماتهم الصحية. حاليا البطاقة تطبق على الخدمات التي تندرج تحت وزارة الصحة، لكن أيضا هناك مبادرات أيضا من خلال الزملاء في المستشفيات الأخرى في القطاعات الأخرى، أيضا في القطاعات الخاصة تصلنا بعض المبادرات، الزملاء يعملون أيضا على هذه البطاقة.
اللي حاب أكد عليه إنه البطاقة التي تصدر عن تطبيق صحتي هي تقدم خدماتها في منشآت وزارة الصحة. طيب أنت ذكرت بأنه المستفيدين ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا كبار السن يتجاوز أعمارهم فوق 60، طيب أصحاب الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، الفشل الكلوي؟ مثل ما ذكرت لك أخوي عبد العزيز أنه في عندنا بعض الحالات التي تقدرها اللجان الطبية والتي تدعي الحصول على هذه البطاقة هذه ترجع إلى اللجان الطبية المتخصصة في المستشفيات بأنه هذه البطاقة يتم إصدارها لهذه الفئة أو لهذا الشخص، بحيث انه مثلا يحتاج هذه البطاقه لتسديد او للتيسير عليه في الحصول على الخدمه. لكن امرهم محسوم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. نعم، احنا عندنا الفئه التي تصدرنا تلقائيا هم كبار السن وذوي الاعاقه ومرضى الرعايه الصحيه المنزليه. عندنا طبعا خدمات الرعايه الصحيه المنزليه هي خدمات تقدمها ايضا وزاره الصحه من خلال الرعايه المنزليه في المستشفيات لدينا. هذه عندنا فئات من المجتمع يحصلون على هذه الخدمه. تم إدراجهم أيضا في بطاقة أولوية. طيب أستاذ عبد الرحمن، متى حتتفعل البطاقة؟ وبالنسبة للاستخراج، احنا تكلمنا عن كبار السن حيكون مباشر عبر تطبيق صحتي، لكن استخراج البطاقة لباقي الفئات هل يكون يعني مثل ما نقول اللي هي الهارد كوبي نسخة بطاقة تكون موجودة باليد، أو أيضا بيكون عن طريق التطبيق؟ هو حاليا موجود البطاقة اللي هي الهارد كوبي موجودة أيضا مع موجود الآن تصرف من قبل المستشفيات ومطبقة مدة 5 سنوات تقريبا. اليوم اللي عملنا عليه أو حدثناه الآن أنه بدأنا نؤتمت هذه البطاقة وتصبح متوفرة على تطبيق صحتي. حاليا الفئات الغير مدرجة في أتمتة البطاقة يمكنهم الحصول عليها من خلال المستشفيات، من خلال مكاتب أولوية أو مكاتب إدارة تجربة المريض في المستشفى. ممتاز، وضحت الصورة. شكرا لك ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن مالكي، مساعد المدير العام لمركز المريض بوزارة الصحة. لا تروحون بعيد، فاصل قصير وراجعين. حياكم الله من جديد. اليوم راح نتكلم عن طلاب موهبة الذين ينافسون للوصول للعالمية. 320 طالبا من المنتخب السعودي للأحياء ينافسون 80 دولة في مسابقة الرياضيات والعلوم في أولمبياد الأحياء الدولي 2023 الذي تحتضنه جامعة الإمارات في مدينة العين الإماراتية، بعد أن تم إعدادهم لسنوات بشراكة استراتيجية بين موهبة ووزارة التعليم وبرعاية من صندوق البيئة. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف المشرف على المنتخب السعودي للأحياء الأستاذ يوسف الشهراني. حياك الله أستاذ يوسف. الله يحييك. يا مرحبا. في البداية حدثنا عن هذه المشاركة، تفاصيلها، متى تم الاستعداد لها؟ الله يحفظك، سعيد جدا بالتواجد معكم وشاكر لكم هذه التغطية الرائعة. يا مرحبا. نتواجد هنا في للمشاركة في الأولمبياد 34 أولمبياد الأحياء الدولي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، والذي ينطلق بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم. نعم. الأولمبياد الدولي للأحياء هو أكبر تجمع عالمي في مجال الأحياء. تتواجد معنا 80 دولة و 320 طالب. نحن نشارك في 4 طلاب يمثلون المنتخب السعودي. جميل. تفضل كمل. تفضل. اي بالنسبة للاستعداد خلونا نبدأ من بداية الاكتشاف. تم اكتشافهم من خلال مسابقة موهوب، وهي مسابقة تقام سنويا لاكتشاف الطلبة والطالبات الموهوبون في جميع مناطق المملكة. بعد ترشحهم وتجاوزهم للمسابقة يتم انضمامهم إلى المنتخبات السعودية. المسابقة موهوب تشمل تخصصات الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والعلوم والمعلوماتية، وتستهدف طلبة التعليم العام. بعد اجتياز المسابقة، هي أصعب يعني مرحلة، هي مرحلة الاكتشاف طبعا، يتم اكتشاف هؤلاء الموهوبون ثم ينضمون إلى المنتخبات السعودية. نعم. طبعا بعد انضمامهم يتلقون التدريب من خلال معسكرات تدريبية تمتد لسنوات كما ذكرت،
وفي كل معسكر تدريبي يتم ترشيح الأجهز منهم للمرحلة التالية. يتخلل هذه المعسكرات أيضا تدريب عملي، التدريب عادة يكون على أيدي مدربين محليين وعالميين خبراء في علوم الأولمبياد، يتعرضون لاختبارات عديدة محاكية للأولمبيادات الدولية، بعد ذلك يتم تجهيزهم للتنفيذ. جميل. طيب أستاذ يوسف، لما نتكلم عن المشاركين والطلاب ودنا نعرف يعني كيف جهزتوهم، كيف اخترتوهم، خصوصا يعني حسب ما عرفنا أنه ثلاث قطاعات مشاركة لأجل هذه المسابقة. صحيح، المملكة العربية السعودية تشارك في ست أولمبيادات دولية، نتكلم عن الأولمبياد الدولية بخلاف المشاركات الإقليمية الأخرى. في هذا الشهر يشارك منتخب الأحياء السعودي ومنتخب الرياضيات السعودي وكذلك منتخب الكيمياء السعودي ومنتخب الفيزياء السعودي في هذا الشهر. الشهر القادم إن شاء الله منتخب المعلوماتية، وفي ديسمبر حيكون منتخب العلوم. يعني غريب. تفضل. بالنسبة للاختيار كما ذكرت من خلال مسابقة محلية، مسابقة موهوب، وهي مسابقة مفتوحة للجميع، يشارك فيها سنويا ما يقارب 30,000 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة. يعني تسميتها بأولمبياد الأحياء، يعني ليش ما سمي بأولمبياد العلوم؟ لأنه في رياضيات وفي فيزياء وفي تخصصات أخرى. هي أولمبيادات مستقلة. يعني عندنا ست منتخبات. عندنا منتخب الأحياء السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء السعودي. عندنا منتخب الرياضيات السعودي يشارك في أولمبياد الرياضيات العالمي. الأولمبياد العالمي. أيضا منتخب الفيزياء يشارك في أولمبياد الفيزياء العالمي. وكذلك بالنسبة للكيمياء والمعلوماتية والعلوم. وبالتالي إحنا لدينا ست منتخبات تشارك في ست أولمبيادات دولية. ست تخصصات. متى حنبارك لكم إن شاء الله؟ متى النتائج؟ نقول إن شاء الله. طبعا الطلاب على يعني مستعدين على أكمل وجه. لدينا في رصيدنا ثلاث شهادات تقدير وميدالية فضية حققناها في العام الماضي، حققها الطالب يدا وهو متواجد أيضا معنا في هذا الأولمبياد. نتمنى إن شاء الله أنه يحقق أعلى من ذلك. كذلك متواجد معنا طالب نواف، حقق في نواف المطير، حقق في السنة الماضية شهادة تقدير. نتمنى أيضا أن يحقق ميدالية أعلى في هذا الأولمبياد. الطلاب على يعني مستعدين ومتحمسين جدا. المشاركة فعلا هي يعني تكلم عن دول سبقتنا بسنوات في هذا المجال ولديهم خبرة واسعة، ولكن نطمح بحول الله تعالى أن نحقق نتائج رائعة في هذا العام. حيكون الحفل الختامي بإذن الله يوم الاثنين القادم، وبالتالي إن شاء الله نفرحكم بنتائج طيبة بإذن الله. طيب أستاذ يوسف، يعني التخصصات اللي أنت ذكرتها تخصصات جدا دقيقة، تخصصات جدا عميقة ومي بسهلة، إيش مشاركات الطلاب اللي شاركوا فيها أو الورقة اللي قدموها في المسابقة؟ الجميل البداية كانت تقريبا في 2003-2004 من خلال منتخب الرياضيات، ثم بدأنا نتوسع في المشاركات. الآن لدينا كما ذكرت ست منتخبات. المملكة العربية السعودية الآن هي تنافس ولا تشارك، هي تحضر للمنافسة. احنا لدينا اكثر من 58 ميدالية في مثل مشاركات المنتخبات في الأولمبيادات الدولية. احنا لدينا رصيد رائع جدا من خلال هذه المشاركات. الاختبارات هنا عالية الجودة، عالية المستوى، يعني الأسئلة هي أسئلة مبتكرة جديدة ترتكز على آخر البحوث المطروحة في هذه المجالات. ممتاز. وبالتالي الأسئلة تحتاج إلى تدريب عميق جدا حتى يكون الطالب مستعد لتحقيق نجاح. فلكم التوفيق إن شاء الله، إن شاء الله يكون لنا نصيب الأسد في استضافة الفائزين إن شاء الله في حلقات برنامج من السعودية. نبارك لكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. شكرا لك. كان معنا عبر الهاتف المشرف على المنتخب السعودي للأحياء أستاذ يوسف الشهراني. حنروح لجدة يا شباب، صحيح؟ مع زميلتنا آية سحرتي. لعبة السنوكر هي نوع من ألعاب البلياردو، ولكن لها قوانين مختلفة، وقد برز فيها
عدة لاعبين محترفين خاصة بعد تأسيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوك. نروح لزميلتنا آية سحرتي من هناك. مساء الخير آية، الصوت والصورة لك، تفضلي. يا اهلا وسهلا، مساء النور، ارحب فيكم زملائي عبد العزيز نهى. بالتاكيد صحيح، لعبه السنوكر هي احد انواع لعبه البلياردو الاربعه، تختلف باختلاف عدد الكرات، عدد اللاعبين، مساحه الطاوله، وايضا عدد الجيوب الموجوده. البعض يعتقد انه هذه طاوله بلياردو لكن هي طاوله سنوكر. نتعرف اكثر على لعبه السنوكر التي تعتبر احد اشهر الالعاب في العالم مع لاعب السنوكر الاستاذ صالح العمودي، حيعرفنا اكثر على هذه اللعبه وقوانينها. مرحب بالاستاذ صالح العمودي، تفضل معنا. يا اهلا وسهلا فيك استاذ صالح. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا البعض يعتقد انه هذه طاوله بلياردو، لو حبينا نعرف اكثر عن لعبه السنوكر وهي ايش تفرق عن لعبه البلياردو. طيب اول شيء السلام عليكم ورحمه الله، الله يعطيكم العافيه. طبعا زي ما انتم شايفين طاوله السنوكر مختلفه طبعا عن طاوله البلياردو، بحكم انه الشعبيه لدى اغلب الناس معروفه بلعبه البلياردو بشكل عام، ولكن ليس من الكثير اللي يعرفوا لعبه السنوكر. طبعا لعبه السنوكر تختلف عن لعبه البلياردو في عده اشياء وعده محاور، منها حجم الطاوله، منها حجم الكور، منها نوع الادوات المستخدمه، منها حجم البوكيتات اللي هي بتدخل جوتها الكوره او اللي بتدخل فيها الهدف، منها القوانين الخاصة باللعبتين مختلفة طبعا. لو مثلا حبنا نعرف كيف طريقة لعبة السنوكر. طيب طريقة لعبة السنوكر طبعا لها قوانين خاصة فيها، يعني أشبه مثلا لو قلنا بلعبة، يعني إذا صح التعبير أو لدى العامة فكرة يمكن عن لعبة اسمها الكيرم، يعني هي فيها أنك أنت تدخل الحمرة مثلا وبعدين الغطاء حقها، فهذه نفس الكلام. تحتاج إلى أنك أنت تخطط للعبة وتعتمد على يعني قوة التركيز وقوة الملاحظة، ومن ضمن يعني طريقة لعب السنوكر هي أنك أنت تدخل الكرة الحمراء وبعدين تختار لون مختلف عن الكرة الحمراء. عندك طبعا في 6 ألوان على الطاولة، بتختار أي لون فيها، بس المهم في الموضوع أنك تدخل كرة حمراء بعدها تدخل لون مختلف آخر غير الأحمر. يعني الرياضة هذه فيها مجهود بدني وذهني كمان، طبعا هي تعتبر أحد أنواع الرياضات وموجود لها اتحاد سعودي موجود وفي بطولات بتشاركوا فيها. طبعا طبعا بالنسبة للبطولات طبعا عندنا الاتحاد السعودي الخاص باللعبة للبلياردو والسنوكر مجتمعين. طبعا تأسس الاتحاد السعودي في سنة 2001، وطبعا هناك بطولات بتقام بشكل موسمي لكل اللعبتين. طبعا لو جينا نتكلم على السنوكر، أنا طبعا لاعب في النادي الأهلي ومشرف الفريق، فطبعا الحمد لله يعني كان في الموسم السابق أول دوري سعودي للأندية. طبعا اللعبة هي لعبة فردية ولكن وزعت على الأندية وصار الجهد فيها جهد جماعي، وبالتالي الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نحصد لقب اول فريق يحقق الدوري السعودي للسنوكر على مستوى الانديه. يعني لعبه مشهوره جدا على مستوى العالم، يمكن ثاني اصعب لعبه مثل ما ذكرت بعد الشطرنج. هل هي ايضا مشهوره ومنتشره هنا كثير بين الشباب؟ طيب هي بالنسبه لموضوع شهرتها وصعوبتها، نعم هي من اصعب الالعاب لانها تتطلب يعني الى مستوى عالي من التركيز والدقه والتخطيط. يعني فرصة واحدة ممكن تكلفك أنه خصمك يحصد من وراك النقاط. طبعا هي كيف تنتهي اللعبة؟ اللعبة تنتهي بأنك أنت تحصد أكبر عدد من النقاط الممكنة، هذا كذا يؤهلك للفوز. طبعا اللعبة على مستوى العالم منتشرة ولها شعبية عالمية. طبعا بداية اللعبة تقريبا كانت عن طريق الجيش البريطاني لما كان في استعمار في الهند، يعني أسسوا اللعبة وابتكروها فيما بعد، وصدر لها اتحاد للعبة طبعا مع تطورها ومع زيادة معرفتها في بريطانيا، وطبعا الهند اكتسبوا برضو جزء من الخبرة هذه وطوروا اللعبة برضو في بلدتهم، والحمد لله يعني هي تقريبا دخلت اللعبة الآن كنطاق إعلامي في الإعلام السعودي بشكل موسع وأفضل، عرف الناس وأعطاهم فكرة عن اللعبة.
يمكن أغلب الناس عندهم فكرة عن البلياردو، ولكن السنوكر برضو لها نصيب يعني من الإعلام، ونشكر طبعا الاتحاد السعودي على اهتمامه بتغطية اللعبتين من ناحية الجوانب الإعلامية والإدارية والتطويرية. كيف إقبال الشباب في المراكز الشباب المختلفة ومراكز الخاصة أيضا بالبلياردو والسنوكر على هذه اللعبة تحديدا، لأنها مثل ما ذكرنا هي أكثر انتشارا حول العالم؟ طيب بالنسبة لنا نحن نتكلم عن مثلا نطاق السعودية، طبعا تعدد المراكز اللي بتقدم خدمة السنوكر والبلياردو، لو جينا نفرق ما بين اللعبتين عدد المراكز اللي بتقدم لعبة البلياردو أكثر من عدد المراكز اللي بتقدم لعبة السنوكر، وهذا ما يجعل شعبية البلياردو أفضل وأكثر من السنوكر ومعرفة الناس حتى فيها أكثر. عدد تقريبا مراكز السنوكر أقل، وهذا يمكن اللي ما أكسبها الشعبية الكافية فيها، مع أنها لعبة ممتعة ولعبة تحتاج إلى تخطيط وتركيز وهدوء، يمكن بخلاف البلياردو اللي تتسم بالصخب ويعني في نوع من أنواع الأكشن وكذا والإزعاج، لكن السنوكر تتطلب جوها هدوء وتركيز عالي. فطبعا بالنسبة لشعبية السنوكر الآن بدأت تأخذ الحيز وبدأت تأخذ النطاق الخاص فيها والشهرة، وبدأت تنتشر يعني على مستوى كثير من اللاعبين. طبعا أكيد الفضل بعد الله يرجع إلى الإعلام اللي بيغطي هذه الجوانب. طبعا يعني بداية نتكلم عن كم مدة الشخص إذا حابب يتعلم سنوكر يلعب يكون لاعب محترف يشارك في بطولات، كم المدة المتوقعة المتطلب لذلك؟ طيب هو بالنسبة لموضوع اللاعب يعتمد طبعا أولا على نوعية التدريب اللي بيتلقاها، ويعتمد برضو على إرادته في تطوير نفسه، وإنه هل هو أخذ اللعبة من منطلق هواية أو إنه بيأخذها من منطلق احتراف، فتختلف. يعني أنا مثلا كنت هاوي لأني أنا مارست اللعبة من سنة 2002، وكنت أخذها هواية إلى سنة 2017. من 2017 بدأت أتعلم أساسياتها بشكل كامل، وأتعلم أسرارها وأتعلم فنون الإتقان تبعها، وبدأت الحمد لله أشارك في بطولات محلية، وبدأت أشارك في البطولات الخاصة بالاتحاد السعودي الحمد لله. كمبتدئين كم مثلا متوقع المدة إذا أنا حابة أتعلم؟ طيب كمبتدئين هو ممكن جاهلين باللعبة تماما، لا هو حتاخد طبعا، أنت تعرف أنه لما يتأسس الشخص من الصغر أسهل له من أنه يتأسس في الكبر، فتقريبا حياخد من سنة إلى 5 سنين عشان يتأسس بشكل يأهله أنه هو يكون محترف يلعب في بطولات خارجية. جميل، كل شكلك صالح على وجودك معنا اليوم وعرفتنا أكثر لعبة السنوكر، نتمنى يكون في أكثر مشاركات من الشباب في هذه الألعاب. شكرا لك. العافية، وأشكر تغطيتكم لهذا الجانب من اللعبة، وأشكر مركز الثمانية السوداء اللي استضافتنا في هذا الموضوع وساعدتنا في. يعطيك العافية. شكرا لك. متأكد. شكرا لك. إذا مشاهدينا هذا كل ما لدينا اليوم من جدة لتغطيتنا للعبة السنوكر، نعود مرة ثانية للزملاء في الاستوديو. شكرا لك زميلتنا. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، فقرتنا الجميلة، فقرتنا اللي تصنع من داخلنا أشياء أجمل وشغف وإلهام وأمل أكبر. اليوم ضيفنا مختلف، يعني فعلا يورينا قديش أنه ما في شيء صعب. يعشق الرياضة من طفولته، وكان طموحه أنه يكون لاعب كرة قدم، لكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن. أصيب في حادث سيارة وضاعت كل الأحلام كلاعب كرة قدم، أصبح بطل في مجالات أخرى. طبعاً يسعدنا يكون معنا في الاستوديو البطل الملهم مهند المالكي. يا أهلا وسهلا فيك مهند، حياك الله. مرحبا، مسي عليكم على السادة المشاهدين، شكراً لكم على هذه الاستضافة. يا أهلا وسهلا مهند. أول شيء نهني فيك إيجابيتك، ابتسامتك ما شاء الله تبارك الله، يعني مفعمة بالحياة بالطاقة، غير السي في والسيرة الذاتية اللي إحنا عرفناها عنك. مهند، إحنا دائماً فقرتنا هذه نحب نعرف أو نستعرض قصة هالبطل اللي في يوم من الأيام في آخر مراحلة صار بطل وحيستمر بطل. كيف كانت البداية معك خصوصا مع الإعاقة اللي حصلت لك؟ طبعا في البداية عشان أكون صادق معك، لما أنت تكون شخص سليم وفجأة تتغير حياتك من إلى، ويعني أتكلم عن غصون دقائق بس، يعني هي وقت الحادث. حادث كان سببه سرعة ولا؟ لا والله كان حادث، شو اسمه، كان في حجر في الطريق فانقلبت السيارة. أي أنا ما بثرت رجلي وقت الحادث على طول. انا رحت 2016 كان... اي كان 2016، كان عندي كسر في الساق وكسر في الفخذ، فسويت اكثر من عمليه، وكان 24 عمليه. اي 24 عمليه. يا صبرك لك الاجر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ايوه، فكانت واحده من العمليات فيها خطا طبي فادت الى غرغرينا نايم من البدايه،
فكانت هنا هي بدايه المشوار انه انا اوريدي الحين صار عندي خبر انه ممكن يكون في حاله بتر يعني. فخلال الثلاث شهور هذه سويت ما يقارب 24 عمليه ل 25 عمليه. خلال كم؟ في ثلاث شهور. اي فتره ثلاث شهور هذه سويت ال 25 عمليه. بعد ال 25 عمليه جاني الدكتور قال لي انه باي مستشفى؟ كانت في مستشفى العسكري. اي فقالوا انه خلاص الان احنا لازم ندخل في مرحله الجد وانه لازم في بتر يعني. فما اخفيك يعني لما تكون انت حلمك قبل ثلاث شهور انت تنتظر بس خلص فتره الثانويه عشان تروح تكمل كوره وتبغى تبدا حلمك يعني. فكان قرار صعب الصراحه، قرار صعب ان انا اتخذ القرار ده وان انا افقد رجلي وكيف بكمل حياتي الجاي يعني. كان في اكثر من اسئله تدور في بالي. انصدمت ها؟ طبيعي لاني كان السؤال انه كيف ببدا اتقبل حياتي الجديده او وش بسوي؟ كان عمرك وقتها؟ 17. فكان انه وش الخطه الجايه الحين انا اقدر في دراستي في رياضتي يعني وش الرياضه الجديده اللي ممكن انا اكتشف نفسي فيها الحين؟ فالحمد لله يعني بعد الفتره هذه فجلست مع نفسي وقلت انه هل انا ابغى اكون شخص حزين وجالس في البيت ومكتئب وزعلان على اللي صار؟ فالحمد لله في شيء اسمه فن تقبل الاقدار. فلما انا رضيت بالقضاء والقدر هذا الشيء حصل وصار خلاص، انا الان انبثرت رجلي وهذا انا الحين. فقلت انه وش تقدر تسوي الخطوه الجايه؟ وش الخطوه الجايه انت ايش تبغى تسوي؟ فكانت من الخطوات حقتي انه انا اكمل دراستي اشوف وش الرياضه اللي ممكن تتناسب مع الحال اللي انا فيها الحين. ففعلا الحمد لله بديت في الرياضه. بعد يمكن فتره سنه ونص سنتين انا الحمد لله كل الاشخاص السليمين اللي يسوي رياضه انا اسوي نفس الحركات اللي مسويها. واضح من ابتسامتك اصلا. الله يسعدك يا حبيبي. فالحمد لله يعني. فمن هنا بدا المشوار الرياضي يعني حقي. فكانت من هنا هذه بدايه الانطلاقه يعني. طيب الحين انا لما اقرا السي في حقك يعني شوف يا جماعه ما شاء الله تبارك الله كيف الطاقه الايجابيه. المركز الاول على مستوى السعوديه في رفع الاثقال. أي نعم. هذا اولا. هذا اولا لسه تونا بعدين ها. المركز الثاني في لعبه العاب القوى، الجري في العاب القوى. هذه بعد تونا بعدين. المركز الاول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. المركز الاول في بطوله هذه ايش اسمها؟ ركوب الامواج. لا الكروسفيت. هذه اول مره اسمعها فيها بتشرحها لنا. اخيرا المركز الاول في ركوب الامواج ما شاء الله تبارك الله يعني عليك بارده. وش تفضل اكثر رياضه منها حاليا؟ انا لاعب منتخب سعودي لركوب الامواج. أيه. وان شاء الله قريب عندنا بطوله. وحصلت على المركز الاول في سريلانكا. في سريلانكا على مستوى اسيا. على مستوى اسيا الحمد لله ما شاء الله. فبرضه ان شاء الله عندنا بطوله جايه قريب ان شاء الله في امريكا على مستوى العالم. طبعا تنوعي في الرياضات هذا كان شوف الصور نبيك تعلق عليها. هذه حقت الكروسفيت. أيه. الكروسفيت هي رياضه تعتبر يعني رياضه صعبه شوي بحكم انه فيها وقت انه وقت معين تسوي تمارين معينه فيها يعني مثلا تكون 10 دقائق مطلوب منك انك تسوي التمارين هذه في العشر دقائق. فتنوع الرياضات هذا كان لي انا شخصيا وكان عشان احاول اوصل للناس فكره انه ترى ما في شيء مستحيل. هذا صح يعني انا قدرت العب هنا وقدرت العب هنا وقدرت العب هنا. انت وش وين تحب تكون موجود في المكان اللي انت تفضله يعني. فالحمد لله يعني دائما انا اقول انه لا تخلي شيء يوقفك طالما عندك طموح طالما عندك كل الشغف اللي موجود انك انت تقدر تبدع في اي مجال كان مو بس الرياضه يعني في اي مجال. اي شخص يقدر يبدع في المجال اللي هو يحبه مجرد تعطي نفسك بس الخطه اللي انت تبغاها تثق في نفسك وانت قادر باذن الله. تعرف وش المبهر مهند؟ يعني كنا نسولف احنا ومهند قبل الهوى ركوب الامواج اللي انا مستحيل اوزن نفسي عليه ولا اخاطر فيه ولا اسويه. مهند مجرد سفره سياحيه كانت عاديه صح؟ لا هي كانت معسكر يعني معسكر. رحت انت بس كم يوم صح تدربت عليها؟ اي طيب اسبوع تقريبا او 10 اسبوع. يقول لك اول مره راح اخذ اول البطولة. مره واخذت البطوله على مستوى القاره. نعم يعني راح ياخذ بطوله ويرجع. اول ما دخلت في البحر في الموج كنت اقول نفسي انه هل فعلا انا بقدر انه انا ثاني يوم اكمل ولا انا يعني ما قاعد احس اني قاعد اتطور. فالحمد لله لما قلت لنفسي انه شو المشكله حاول تعلم طيح في البحر مره مرتين الى انت شو رد فعلهم يوم شافوك اتقنت فعلا كمنافس معاهم اتقنت الشغله والصنعه والرياضه؟ الحمد لله يعني صراحه كانت ردود محفزه ايجابيه مره يعني. حتى السياح السريلانكيين اللي كانوا موجودين كانوا يجون انه انت تسوي سيرفنج يعني برجل واحده وقاعد تروح البحر وتجي. يا الله حتى الناس اللي موجودين كل شيء واحد وده يجي يساعد وده يعطي. حتى الشباب والله يقولون ما شاء الله عليه بقدم واحده يعني جاب البطوله وكان في توازن يعني ترى ما هي بسهله صح؟ لا الحمد لله يعني هذا برضو يرجع عائد للرياضه ترى. كرمت وزاره الرياضه؟ ان شاء الله قريبا باذن الله. بالله موعدينك؟
احنا ان شاء الله نطمح للعالميه بعدين ان شاء الله نطمح للتكريم. يلا الله يوفقك ان شاء الله. طيب الان خلينا احنا استضفناك في هذه الفقره فقره قصتي من اجل يعني انك تعطي جرعات طاقه ايجابيه للناس اللي مروا بحالات من الاكتئاب بسبب قضاء وقدر، ممكن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن يشوفنا الآن. رسالة ممكن توجهها، كيف قدرت أنك تطلع من عنق الزجاجة وأصبحت ما شاء الله تحقق هذه النجاحات؟ أرجع وأقول لك أول شيء هذا فضل الله عليه الحمد لله. ثاني شيء هو فن التقبل، أنه لازم أنت تتقبل الشيء اللي يصير لك، يعني الله سبحانه وتعالى ما حطك في الموقف هذا اللي أنت قادر أنك تتخطاه يعني. فلو جلست حزين ويعني جالس على نفسك وما تبغى تطور من نفسك ما راح تضرر إلا أنت، حظل مكانك، حظل مكانك يعني. وحتى أقرب الناس لك يعني حتى يبدون يملون من 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 الشعور إنه تأثر على العائلة كاملة، تأثر على العائلة فعلًا يعني. إنه بدل أنت ما تخليهم يفرحون أنت صحيح قاعد تضغط عليهم أكثر. فلازم أنت تكتشف نفسك أول شيء، سواء رياضة سواء دراسة سواء أي فن أنت تحبه تقدر. يا رجل أنا أعرف ناس أصحاء كيرم ما يعرف يلعب كيرم، صح ولا هذا كسب منه والله العظيم جد الفعل كثير في الرياضات ما عنده اي مواهب ولا عنده. فاحيانا سبحان الله تحتاج الانطلاق، تعطيك هذه دفعه. نعم تحتاج الانطلاق هذا عشان انت تبدا تواصل حلمك اللي انت تبغاه، طالما لازم تحط لنفسك هدف عشان تقدر انت تكمل الشيء اللي انت تبغاه. مهند شوف دائما جوه هالقصه قصص. انا ودي اسالك عن الناس اللي موجودين معك، يعني خصوصا لما تكون عاطفتك مرتبطه معاهم كثير وهم الناس اللي ياثرون ترى عليك عاطفيا. لما نتكلم عن الام، لما نتكلم عن الاب، ممكن واحد من اخوانك او واحد من اصحابك، احكي لنا عن يعني هالعالم الصغير اللي كان حواليك ويدعمك. شوف اصلا ابتسامه مهند كيف تغيرت. هو اكيد الام لها دور الحين علمك. هو انا كان عندي اخت من ذوي احتياجات خاصه، فقبل لا يصير لي انا شيء كنت انا اشوف انها هي البطله حقتنا وهي كل شيء. فلما صار لي انا الحادث صرنا احنا اثنين، عرفتي؟ فانا صرت اشجعها وهي صارت تشجعني. طبعا ما احكي لك يعني دور الام هو شيء عظيم يعني. انا امسي عليها هي قاعد تشوفني الحين، اكيد اكيد يعني بعد الله سبحانه وتعالى هي سبب كل نجاح. تحيه لك يا ام مهند، الله يسعدك. فحتى في الرياضه ترى هي اللي كانت تجهز لي الوجبات، هي اللي تجهز كل شيء. فالام يعني لها دور مهم جدا. لا العاطفه طبعا هذا يعني ترى لما تكون بدايه رياضه زي كذا وانت تلاحظ انا دائما ادخل رياضات شوي فيها تحديات صحيح. فاحيانا الناس يقولون انت تقدر تسوي كذا، انت ريح نفسك يعني. اي يعني انت عندك رجل ريح نفسك، لا تصعب الامور. فانا احاول دائما اوصل رساله انه ترى انت تقدر، هذا الشيء لا يعيقك ولا يوقفك عن بالضبط اي حاجه. انا شخص يعني مستقل بنفسي، هذا هو الحمد لله. وانا ارجع واقول دائما انه انا مهند الان الحمد لله افضل من مهند السابق السليم ترى الحمد لله. يعني قدرت انه انا اوصل، برزت اكثر صحيح. نعم قدرت اوصل للي انا ابغاه وأوضح للناس إنه ترى ما في شيء يقدر يوقفك، سواء كنت برجل واحدة سواء كنت على كرسي، أي شيء تقدر إنك تسويه يعني طالما عقلك شغال. طيب عندك سؤال إنه قريت بعيونك. أي يوم جبت لما قلت حتى شخصيتك يعني ما أخذني فعلا هالسؤال. قاعدين نتسابق أنا على أسئلة. أي لأنه شخصيتك ما شاء الله ترى تخلي الواحد يسأل. حتى شخصيتك مهند واضح كثير إنها ما هي شخصيتك قبل الحادث. أنا متأكدة في أشياء كثيرة عندك صارت جديدة ومكتسبة. كيف تقدر تقارن بين مهند النسخة القديمة والآن مهند النسخة البطل اللي قدامنا؟ ممكن أقول لك مهند في السابق كان يعني شخص ما في ذاك الطموح الكبير، يعني اللي كان خلص دراستك أبغى أصير لاعب كورة، يعني ما قد فكرت خارج الصندوق. فلما صار الحادث قلت لا يعني لازم انا اول شيء اثبت لنفسي، اثبت لاهلي، واثبت للناس كلهم انه ما في شيء يقدر يوقف. ليه ما تكون هذا الشيء منك انت يعني؟ ليه احنا دائما لما نشوف مثلا مقطع اشخاص اجانب نلقى احنا كعرب ننبهر انه اوه هذا ما شاء الله اجنبي عنده رجل ولا عنده، فتلقى الناس ينشرون المقطع. ليه ما نكون احنا؟ ليه ما يكون هذا الشخص السعودي موجود بالفعل يقدر يسوي هذا الشيء؟ نتباهى فيهم. ففعلا يعني في ناس يكونون داعمين يعني. انا برضو اشكر الكوتش احمد الحربي، احد الناس اللي كان دائما نتلاحظ حتى في التمارين دائما احنا نتمرن سوا، وهو كان سبب بعد الله سبحانه وتعالى في تطويري في دخول هذه المجالات يعني. فالناس المحيطه، الناس اللي يعني قريبين منك لهم تاثير كبير عليك كشخص يعني معاق او كشخص سليم برضو. ممكن احيانا حتى يكون الشخص سليمين الدائره حقته تكون سلبيه، فما يقدر يطلع للمرحله اللي هو يبغاها يعني. طيب عندي سؤال شوي خارج الصندوق يعني، اسمح لي اسالك عن موضوع الاطراف الصناعيه. انت لو انت لابس سبور، لو انك لابس ثوب مثلا يمكن ما نلاحظ عليك. هل عندنا موضوع صناعة الأطراف
متطور إلى درجة مريحة بالنسبة لك تستخدمها وأنت مرتاح؟ إيه فعلا الحمد لله إحنا وصلنا الآن في السعودية يعني صار في أكثر من مستشفى إنه يوفر هذا الشيء وعلى حساب الحكومة برضه يعني فلا في تطور الحمد لله. ليش سألتك هالسؤال أنا؟ لأني شفت ناس يلعبون كرة قدم ومركبين أطراف صناعية. في صح ولا لا؟ في اختلاف يعني معناته الكواليتي صار عالي في موضوع صناعة الأطراف. إيه نعم. اشرح لي بالله باختصار. هي تختلف من إعاقة لإعاقة يعني في مثلا إنه في ناس اللي تحت الركبة يكون أسهل لأنه مثلا يلعب كرة لأن أيوة الركبة موجودة. لكن إذا من فوق الركبة. إذا من فوق الركبة مثلا زي حالتي أحيانا. عشان المفصل. أي عشان برضو الركبة يعني. أنا مثلا الحين إذا أبغى أركض لازم أغير الطرف هذا الطرف الثاني طرف الركض فهي أطراف متعددة يعني الأكثر من استخدامات ومتاحة مجانا من كل المراكز يا سلام يعني الحمد لله. طبعا حسب الرياضة اللي أنت تعملها توفرها وزارة الرياضة كمان صح إذا في أي بطولات إذا في مثلا شيء معين يتوفرها إيه. وش بطولاتك الجاية؟ عندنا إن شاء الله بطولة في أمريكا ركوب أمواج برضه على مستوى العالم إن شاء الله. تفرق معك موضوع البحار والمحيطات في موضوع الصعوبة؟ لا ما تفرق لأنه تعرف المحيطات مواجهة عالية جدا فعلا البحار يعني ها أنا أقدر فيها على الخفيف بس المحيطات تتعدى 4-5 أمتار هي لها شروط معينة ولها أماكن معينة حتى البطولة اللي هم يختارونها والمكان تعتبر على حسب قوة الموج ولازم في زمن معين لازم في زمن معين وقت معين حتى أحيانا مثلا إذا أنت تبغى تسوي التدريب هذا لازم تحرص أنه تعرف الموج اللي موجود في البحر هذا إيش فهي تختلف. طيب متى راح تروح أمريكا؟ إن شاء الله في نوفمبر بإذن الله. يلا نبي الذهبية بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله عشان نستضيفك بعد مرة ثانية نعيدكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. عندك سؤال؟ أنا والله ما نبغى إحنا نختم بالرسالة دائما نبغى رسالة شيء من إلهامك يا مهند. أنا أقول دائما لا تخلي أي شيء يوقفك عن طموح أي هدف أنت تبغى توصل له أنت قادر بإذن الله مجرد أنك تثق بالله تعالى تثق بنفسك وتعرف أن الشيء هذا اللي صار لك يعني ما صار لك أنت لحالك ترى في أكثر من شخص يعاني وفي أكثر من شخص يعني مر يمكن بنفس الحالة ممكن أنت كشخص تشوف نفسك أصعب حالة مرت على نفسك بس أرجع وأقول لا تغلق دائرتك ابحر في نفسك والله برافو عليك يا مهند شكرا جزيلا لتواجدك معنا وأكيد متابعين أخبارك أول بأول الله يسعدك أمريكا ها بإذن الله إن شاء الله ذهبية إن شاء الله بإذن الله شكرا لك البطل وملهم قصتنا اليوم مهند المالكي وبنروح نشوف البراد والأجواء الزينة وبنروح لمنطقة عسير ومع أجواء صيفية باردة ووجهات سياحية ولا أجمل نروح لزميلنا محمد الأحمري اللي دائما يسعدنا ويمتعنا بهالأجواء الجميلة وفي سودة عسير هلا وسهلا يا محمد يسعد مساك أمتعنا يسعد مساك نهى عبد العزيز مساء الخير لكل متابعين قناة السعودية أجواء جميلة يا نهى بكل تفاصيلها من منتزه السحاب طبعا مع انطلاق موسم صيف عسير 2023 هذا الموسم اللي أطلقه سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال قبل يومين والناس تستمتع حقيقة بالأجواء الجميلة والباردة مع استمرار لهطول الأمطار إلى هذه اللحظات ودرجة الحرارة الآن تقريبا هي 21 درجة طبعا حابين نتعرف على الكثير من الفعاليات والبرامج اللي تقدم في هذا الصيف وأيضا المواقع السياحية اللي تجذب الزوار ويسعدنا أن نرحب بالمرشد السياحي الأستاذ تركي البشري نرحب فيك أستاذ تركي وسعيدين بهذه الإطلالة الباردة والجميلة من منتزه الله يحييكم ويحيي قناتنا العزيزة القناة الأولى طبعا زي ما قلت الأجواء جميلة ها نحن بين غابات العرعر ونسمات الضباب الهادئة وتحت هزيم الرعد وهتان المطر وإطلالة منتزه السحاب الجميلة جدا هذا المنتزه يتجاوز ارتفاعه أكثر من 2900 متر لا إطلالتين إطلالة على جبال الصلوات ورجال ألمع ومزارع الموز ومزارع البن وله إطلالة أخرى على مدينتي أبها وخميس مشيط وعلى المدرجات الزراعية والسودة الخضراء جميل خلنا نترك المساحة للكاميرا إذا سمحت لي نبغى الناس تعيش معنا التفاصيل الجميلة والأجواء الباردة في منطقة عسير أستاذ تركي الكثير من المواقع السياحية يمكن من أبرزها هذا المنتزه نبغى نعطي المشاهد صورة عن هذه المواقع
طبعا الله سبحانه وتعالى حبى منطقة عسير بتنوع جغرافي ضخم وامتداد كبير جدا، فهي مفتح مسرح أو زي ما تقول متحف مفتوح، في أي مكان تستطيع أن تتنزه في عسير. في عندنا عدة مسارات سياحية، مسار السودة ورجال ألمع، مسار شرق عسير الحبلة وسرات عبيدة والحرجة وظهران الجنوب، مسار خميس مشيط وبيشة، والمسار الجميل جدا اللي هو مسار تنومة والنماص وبلقرن وخثعم وبني عمر. وأيضا عندنا المسار الساحلي، لا زالت الأجواء جميلة من بعد العصر في الشواطئ والسواحل. جميل. طيب لو تكلمنا عن موسم صيف عسير 2023، أيضا نتكلم على جانب مهم هو جانب الفعاليات اللي تجذب الزوار وتهم الزوار. طبعا الصيف هذا متميز جدا 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 بتوسع الفعاليات وانتشارها في أماكن متعددة، مما يخفف الضغط على مدينة أبها. وكلمة حق لابد أن نقولها، شكرا 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 للأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ولهيئة تطوير عسير التي أتاحت لأبناء منطقة عسير أن أفكارهم في يوم من الأيام تصبح حقائق. اليوم نراها بانتشار أفكارهم وفعالياتهم الجاذبة والجميلة والمبهرة والمتنوعة في أماكن كثير. يوجد عدة مسارح تقدم فعاليات غنائية ومسرحية، يوجد عندك أماكن جميلة في أحضان الطبيعة تقدم الوجبات والمطاعم والكافيهات والكثير من المطلات والجبال التي انتشرت فيها هذه الأشياء الجميلة والتي أبهرت كل من يزور عسير. أيضا فعاليات شارع الفن، فعاليات في خميس مشيط، فعاليات في النماص وتنومة، فعاليات في سرات عبيدة، فيستطيع السائح أينما توجه سيجد ما يسره. الله يعطيك العافية أستاذ تركي، شكرا لك وسعدة بتواجدك. طول عمرك وفرصة سعيدة، ولكم الشكر والتقدير أستاذ محمد. الله يعطيك العافية، شكرا. طبعا عبد العزيز ونهى معنا من الزوار المنتزه، حابين ناخذ معهم لقاء على السريع، تفضل معي هنا. حياك الله، أول شيء عرفنا باسمك. وليد بن عبد الله بن سعيد. ونعم وليد، كيف الأجواء في منتزه السحاب؟ والله أنا الحمد لله ونشكره، أجواء خيالية. أهم شيء أنك مبسوط ومستمتع. الحمد لله ونشكره من الله سبحانه. الله يجعلكم في خير، شكرا لك، تفضل. سلام. عرفنا باسمك. زياد عيد الأحمدي. ونعم، كيف الأجواء يا زياد؟ والله ممتازة، وانصح اللي خارج المنطقة يجون يصيفون هنا، ومرحبا ومسهلا. الله يطول عمرك، شكرا لك، شكرا. إذن عبد العزيز ونهى، هذه الصورة من منتزه السحاب، أجواء جميلة، استمرار لهطول الأمطار، يعني بصراحة الأجواء في عسير هذه الأيام ما تتفوت. أعود لكم بال. محمد خليك معي دقيقة يا محمد. أول شيء هنيك على المنظر اللي أنت حطيتنا فيه. يعني أنا تعرفني من أبناء المنطقة، فتجيني أخبار، يعني أخذ الأخبار يقولون السنة هذه يعني السياح في منطقة عسير، يعني الرواج السياحة هذه السنة منقطع النظير. الإقبال على السياحة في منطقة عسير هذه السنة مختلفة عن السنوات السابقة، صحيح؟ نعم صحيح عبد العزيز. طبعا سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير المنطقة حقيقة بذل جهود كبيرة قبل بداية صيف هذا العام في دعم الأفكار الشبابية. نعم. حقيقة اليوم نشاهد أفكار شبابية متنوعة، أفكار سياحية ناجحة بما تعنيه الكلمة، أتيحت الفرصة للشباب بشكل كبير، وصرنا نشوف انتشار هذه الأفكار قبل بداية الموسم. طبعا تعددت المواقع السياحية بمشاركة طبعا مختلف الجهات المشاركة في موسم صيف عسير 2023، ويمكن اللي ساعد صيف عسير يعني قبل انطلاقته، هو معروف صيف عسير بأنه دائما في كل سنة يكون أفضل من العام السابق، فحقيقة لك رواج ولك يعني حركة تسويقية بشكل كبير. فمن الطبيعي عبد العزيز أنه يكون هذا الموسم مختلف، وفعلا كان سمو الأمير حريص على أن موسم صيف عسير لهذا العام 2023 يكون مختلف، وفعلا كان مختلف، وتشهد المنطقة حضور أعداد كبيرة جدا في هذا العام من الزوار من مختلف مناطق المملكة وأيضا من خارج المملكة. صحيح، دائما أبها دائما تتجلى دائما بالسياحة هناك. شكرا لك محمد، أيضا تتجلى أنت محمد، ولا تقطعنا دائما من تواجدك في مناطق مختلفة في منطقة عسير عموما في الحلقات القادمة بإذن الله. شكرا لك محمد، شكرا جزيلا.
أتروح من بعيد فاصل وراجع لكم. كثير من الخدمات اللي يهمنا ان احنا نستعرضها معاكم، ولو يكف علينا البرنامج استعرض من الخدمات الكثير اللي فعلا ترفع من جودة حياتنا. واليوم عندنا خدمة رائعة ومميزة، حيث أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل مؤخرا قرار وزاري يقضي بالموافقة على تنظيم الدعم السكني، وذلك بتمكين ذوي الإعاقة العزاب من الحصول على الدعم السكني. حنتعرف عليها أكثر وعلى تفاصيلها معنا عبر الهاتف أخصائي الإعلام والتواصل الاجتماعي بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ راكان الجحلان. أهلا وسهلا أستاذ راكان، حياك الله. الله يحييك، أمسي عليك في البداية ومسي على الأستاذ المشاهدين. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا أستاذ راكان، هذه خطوة أسعدتنا كثير. بدنا نتكلم عن التعديلات اللي بموجبها يستفيد منها ذوي الإعاقة من خلال هذا القرار. طبعا في البداية خلينا أقول لك هدف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكينهم وضمان حصولهم على حقوقهم. فمن خلال تحقيق هذه الأهداف عملت الهيئة على وضع التشريعات والأنظمة والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا هذا بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واللي آخرها كان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. فحق ركائز الحياة الكريمة اللي هي حق السكن. سابقا كان القرض السكني كان يتطلب شرط الزواج، فكان هذا ممكن تحدي لأشخاص ذوي الإعاقة إنه لحصولهم على السكن، فكان في البداية بعض التحديات في حصولهم على قرض السكن هذا والزواج، خاصة الإعاقات الشديدة. فعملت الهيئة على وضع السياسات والاستراتيجيات مع كثير من المبادرات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وآخرها كان اللي هو إنه حصولهم على قرض السكني دون شرط الزواج. ممتاز. طيب السؤال الأهم، كيف يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على هذا القرض؟ طبعا في تنسيق بين الهيئة والوزارة على تبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالنسبة للمستفيدين اللي بتقدمه الوزارة من خلال التكامل اللي بين الهيئة والوزارة يتم التحقق من حالة الاستحقاق أو عدمه. طبعا وفق إجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة التواصل مع الوزارة من خلال برنامج سكن. لا بد أن تكون الإعاقة من الدرجة الأولى مثلا؟ طبعاً لا، أي صاحب إعاقة يحق له الحصول على؟ لا، هم المرحلة الأولى الإعاقات الشديدة. طيب أستاذ راكان، من اللي يقيم مستوى الإعاقة بحيث أنه هو يعرف إذا هو من المستحقين لهذا التعديل الجديد أو لا؟ طبعا في الهيئة هذا دور اللي هو عملية الربط، وفي عندها كامل المعلومات اللي مربوطة مع جميع الوزارات، وفيها التقارير وشدة وحدة الإعاقة وتفاصيلها. من هيئة ذوي الإعاقة؟ طبعا الهيئة تأخذ بيانات ومعلومات اللي في جميع الوزارات في أحد المبادرات اللي إن شاء الله تطلق، في اللي هو معلومات الأشخاص ذوي الإعاقة كافة المربوطة في الهيئة، يبين عند أي وزارة ما هي تفاصيل الإعاقة. هل هناك تسهيلات أكثر في هذا الموضوع باستثناء شرط عدم الزواج؟ طبعا مثل ما ذكرت أنا في البداية في عديد من المبادرات، كان مثل برنامج كان التنموي لتوفير وحدات سكنية للإعاقة الأشد حاجة، في بالإضافة اللي هو مثل قرار تطبيق الوصول الشامل، في عديد من المبادرات اللي جميل. اللي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وشموليتهم في المجتمع وتعزيز دورهم. جميل. أستاذ راكان، الأمور هذه ما تخلى من الاستفسارات أن الواحد يسأله ويبحث، خصوصا إذا وقف عند تكة معينة، هل في خط يساندهم بحيث أنه يجاوب على كل استفساراتهم لحظيا، يعني أثناء ما هو قاعد يلبي إجراء الطلب؟ صحيح. طبعا فيه الآن أبواب الهيئة وقنواتها جميع مفتوحة في حال عدم حصوله أو في مواجهته بعض التحدي يحصلوا على بعض الخدمات. لكن في الجهات، هي طبعا كل جهة واختصاصها ولها خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. لكن سؤالك، هل في منصة يقدر يرجع لها في حال عدم حصوله على حقوقه؟ نعم، في
حساب او موقع الهيئه في منصه تواصل في حال عدم حصوله على بعض الاشياء ممكن يتوجه لها مباشره والهيئه تتابع هذا الموضوع. طيب في سؤال مهم، يعني تعرف في كثير من الناس يشاهدوننا الان قد يكون في منازلهم يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه، واغفر لي جهلي في هذا الموضوع، لكن بدي اصحح لان المصطلح الصحيح هو الاشخاص ذوي الاعاقه. ذوي الاعاقه، طيب في اعاقه ذهنيه واعاقه حركيه، هل هم ذوي الاعاقه الحركيه فقط ولا تشمل الاعاقتين الذهنيه والحركيه؟ طبعا هي مثل ما ذكرت لك الاعاقات الشديده فيها تصنيفات معينه، فيها تفاصيل تفاصيل دقيقه، لكن هي طبعا الاعاقات الشديده الحركيه اللي قد تمنعهم مثلا من العمل وغيره، فهذا لتسهيل حصولهم على عموما الرقم موجود للاستفسارات اكثر اللي شاهدنا الان اللي هو 19 90 90 يستطيعون الاستفسار من خلال هذا الرقم، صحيح؟ صحيح. استاذ ركان، كلمه اخيره حاب تقدمها بخصوص هذا الموضوع؟ طبعا انا مثل ما ذكرت انه الهيئه تهدف الى حصول الاشخاص ذوي الاعاقه على حقوقهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات. فالعمل التكاملي مع الجهات هو باذن الله يحقق خطوة جبارة وجميلة، ونهنيكم عليها وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. كل الشكر لك الأستاذ راكان الجحلان، أخصائي الإعلام والتواصل الاجتماعي بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا إحنا اليوم مركزين على البراد، فإحنا نبغى كذا نتنقل ما بين المناطق، وهالمرة بنروح للباحة واللي فيها العديد من الأودية الجميلة والشلالات الرائعة اللي تشهد عدد كبير من الزوار. سمينا علي الصافي متواجد بالموقع وموجود هناك. احنا ما نحب ناخذ وقت كثير يا علي، احنا نبغاك تنقل لنا امتع ما عندك واجمل ما عندك. طبعا اهلا وسهلا، مساء النور نهى، مساء النور عبد العزيز عليكم وعلى جميع الساده المشاهدين والمتابعين للشاشه السعوديه. فعلا تنتشر الاوديه وبشكل كبير جدا في منطقة الباحة سواء في السراء أو في تهامة، وكما ترون الآن خلفي تواجد هذا العدد الكبير من السياح والزوار، ونحن متواجدون هنا لرصد هذه الحركة الجميلة ودعم للسياحة الداخلية. كما تواجدهم هنا منذ ساعات باكرة من هذا النهار للاستمتاع بالأجواء، حيث أن درجات الحرارة تلامس تقريبا الآن في هذا الوقت من الظهيرة تقريبا 23 درجة مئوية، والأجواء بدأت تغيم، وربما إن شاء الله موعودين بحالة مطرية جميلة. طبعا انتعشت المنطقة أخيرا بعد الحالة المطرية الأخيرة التي كانت على المملكة عامة وعلى منطقة الجنوب والباحة خاصة، سالت الأودية والشلالات ووجدنا بعض الأماكن عادت فيها الروح ونبض فيها شريان الماء مرة أخرى، وأيضا أصحاب المزارع استفادوا بشكل كبير جدا من هذه المياه في الزراعة، حيث منطقة الباحة تعد منطقة زراعية جميلة جدا. طبعا يوجد العديد من الأودية، وادي أم الدقيق وأيضا وادي قرى الحمد اللي حنا اليوم متواجدين فيه، وأيضا وادي ثراد وغابة مطوة وغابة رغدان ومنتزه الشروق ومنتزه الحسام، وتنتشر فيها الفعاليات كما ذكر أمين منطقة الباحة في مختلف هذه الأماكن وغيرها لإحياء صيف جميل جدا تعيشه المملكة العربية السعودية. وجدنا الكثير من الزوار من خارج المنطقة، ولعلنا نأخذ اثنين وبشكل سريع جدا حتى نستطيع أن نستفيد منهم حول معلومات عن رحلتهم السياحية لمنطقة الباحة. نبدأ معك أخوي الكريم، بتفضل عرفنا باسمك الكريم ومن وين. اسمي الكريم مهند بن سمير انطيري من منطقة جدة. الله يحييك وينعم فيك. ودي تعطينا انطباعك، متى جيت للباحة وكيف تشوف الأجواء هنا؟ والله وجودي في الباحة طال عمرك اليوم الصباح، سمعت مني كيف، وانطباعي والله في الديرة هذه، الديرة طيبة ورضي الله عليها وعلى مد نظرك طال عمرك على الطبيعة والغدير والناس مستانسة وخيرات من الله الحمد لله. طيب لو بتوجه كلمة للناس اللي خارج منطقة الباحة ايش راح تقول؟ والله أقول طال عمرك الجنوب لا يفوتكم. يعطيك الف عافية. الله يعافيك، الله يطول لي بعمرك. تفضل معنا أخوي الحبيب، وأهلا وسهلا فيك، نرحب فيك من منطقة في منطقة الباحة. ودي نتعرف على اسمك الكريم ومن وين جيت؟ أسامة علي الغامدي، جاي من منطقة الرياض، جاي هنا حوالي لي تقريبا الأسبوع مستانس يعني ما شاء الله، يعني أنا من أهل الديرة أجي كل فترة فترة، لكن الفترة هذه لا حمد يعني في ثلاث شلالات لاحظتها موجودة، المناطق خضراء أكثر، الجو أحسن،
يعني والناس مستانسة، وحتى فعاليات مطاعم كافيهات كلها موجودة بشكل أكثر، ويعني تستانس تجي ما تقدر توقف. يعني الآن كل ما نقول في جدول يقول روح فلان روح فلان روح فلان، طالعين من الباحة إلى بالجرش رايحين جايين رايحين جايين لله الحمد. طيب هل زرت مكان ثاني غير الوادي هذا؟ زلنا وادي صفيان، وزلنا وادي عين الجمل، وزلنا وادي فراد، والحمد كلها مناطق جميلة، وانصح اي زوال مناطق الباحة ان يجون هنا يزورون. الله يعطيك العافية، شكرا لك. يعطيك حبيبي، يعطيك العافية، ما قصرت. كما سمعتم في انطباعات ضيوفي عن هذا المكان، وربما أن الصورة هنا تتحدث، كما أن منطقة الباحة من مستهدفات رؤية 2030 في السياحة، وهي أيضا داعم كبير ورافد سياحي وواجهة جميلة سياحية للمملكة العربية السعودية. ولو نطق الجمال إلى البرايا لقال الحسن قبلته الجنوب. شكرا لضيوفي، شكرا عبد العزيز، شكرا نهى، أتمنى أني نقلت هذا النقل بالصورة الجيدة. الصوت الصورة تعود إليكم في الاستوديو. شكرا، شكرا لك زميلنا علي الصافي من الباحة. نروح للجزء الأخير من حلقتنا، نروح لنجاح طبي جديد وهو يتعلق بفصل السياميين، حيث نجح البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية في إجراء عملية فصل طفلان ملتصقان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء، والتي شارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم. للحديث أكثر عن حال التوائم السيامي السوري بسام وإحسان، معنا عبر سكايب الدكتور محمد النمشان استشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال. حياك الله دكتور. حياكم الله. أول شيء نبارك لكم نجاح العملية. الشيء الآخر، كيف كانت العملية؟ متى استعددتم لها؟ كيف تمت مراحلها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. العملية تمت طبعا تنفيذا وإنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله، نعم، بنقل التوأم السوري من تركيا إلى المملكة العربية السعودية لإجراء العملية. طبعا وصول التوأم، وصل التوأم قبل فترة للمستشفى، وتم عمل فحوصات كلينيكية ومخبرية وإشعاعية للتعرف على مناطق الاشتراك وعلى إمكانية الفصل. طبعاً بالفحوصات تبين أن هناك اشتراك بين الطفلين في الجزء الأسفل من الصدر وجدار البطن وجدار القلب وكذلك الأمعاء والكبد، مع وجود يعني أمراض خلقية كبيرة جداً وتشوهات في طفل إحسان في القلب، وعدم وجود كلى، عدم وجود جهاز بولي وتناسلي، قصور في الأمعاء، ويعني يصنف تقريبا كأنه توأم طفيلي متطفل على التوأم إحسان. فبعد الإجراء والاجتماعات بين الفريق الطبي والاجتماعات مع الأهل، قرر الفريق الطبي أن يجري الجراحة، وتمت بالأمس، تمت على تقريبا 4 مراحل. بدأنا على الساعة تقريبا 7:30 والثامنة، وانتهينا الساعة 3:30. العملية استغرقت حوالي 7.5 ساعات إلى 8 ساعات. التوأم إلى الآن، خاصة إحسان، حالته مستقرة ولله الحمد. طبعا إحسان إلى الآن عايش، لكن كما ذكرنا لديه يعني أمراض كثيرة جدا تمنع الحياة مستقبلا. وكما ذكرت العملية عملت لإنقاذ الطفل إحسان من المخاطر التي قد يواجهها لو حصل لا سمح الله أي شيء لإحسان. دكتور، أنت ذكرت مصطلح يعني يمكن مش الغالبية يعرفونه لما نتكلم عن توأم طفيلي، أنا ودي كذا تعطينا تعريف مبسط عن التوأم الطفيلي بحيث نعرف مدى التحديات اللي أنتوا قاعدين تواجهونها في غرفة العمليات لمثل هذه الحالات. طبعا التوأم الطفيلي هو التوأم غير مكتمل النمو، يعني لا يوجد لديه يعني أجهزة تمكنه من العيش، يشتركون في أعضاء معينة يعني. نعم، يعني وكثير منهم يكون لديهم نقص في القلب، في الرئتين، عدم وجود الرأس، وحتى التوأم المتطفلة لها أقسام ولها تصنيفات، لكن بشكل عام هو توأم غير مكتمل، يعني جزء من قوة التوائم المتلاصقة تنتج من انفصال البويضة وانقسامها إلى توأم متشابه. فأحد هذه التوائم وهو التوأم الطفيلة لا يكتمل النمو، ويكون لديه قصور شديد جدا في الأعضاء الحيوية التي تستمر بها الحياة، وخاصة القلب والرئتين، وعادة ما تكون مكتملة هذه الأعضاء، ويكون معتمد بشكل كبير جدا في حياته على التوأم الثاني الذي يمده بالغذاء وكذلك ينقيه من السموم التي تنتج. مثلا التوأم إحسان لم يكن لديه أي
جهاز بولي لا يوجد لديه كلى، عنده قصور شديد في الأمعاء، قصور شديد في القلب، كان بيعتمد على التروية الدموية وعلى تقريبا نقول الغسيل الكلوي للدم. الطفل إحسان كان معتمد على بسة. يعني سبق دكتور محمد وأن أجريتم عمليات لطفيل سيامي وقدر لها النجاح، لكن أعتقد من خلال الكلام كأني قرأت بأنه هذه تعتبر من أصعب العمليات لسيامي طفيلي، لذلك أنا أسأل كيف تقرأ يعني نتائج المستقبلية للتوأم السيامي خاصة إحسان؟ طبعا إحسان كما ذكرنا يعني عنده قصور شديد جدا في القلب، لديه لا يوجد لديه جهاز بولي ولا يوجد لديه كلى، لا يوجد لديه، هو صعب استقراره يعني في الفترة القادمة. عادة الأطفال الذين يولدون بهذه التشوهات يموتون بعد الولادة مباشرة، يعني حتى لو ما كانوا ملتصقين لم يكن ملتصق بتوأم. بسام لا، أمور الحمد لله مستقرة تماما، نتوقع أن يعيش حياة طبيعية بإذن الله تعالى. جميل، كيف ردت فعل الأهل دكتور؟ يعني هذه النقطة تهمنا كثير وفرحتهم أكيد. طبعا كما تعرفين الأهل يتم تحضيرهم تحضير كبير جدا، هم وصلوا إلى المملكة العربية السعودية والطفل كبير، يعني تقريبا عمرهم 32 شهر، تقريبا سنتين ونصف، وهذا العمر كبير جدا على فصل التوأم، عادة يفصلون في مرحلة، وقد يعني عندهم معلومة بأن الطفل إحسان يعني لا يستطيع العيش، ولكن هناك مخاطرة في فصله وهناك مخاطرة حتى على بسام. لكن حينما جاءوا وجلسنا معهم بعد إجراء الفحوصات وشرحنا لهم العملية وشرحنا لهم نسب النجاح، كان لديهم تقبل كبير جدا وموافقة، بالعكس يعني كان لديهم حرص على سلامة الطفل بسام، والحمد لله تمت العملية وهم متقبلين بهذا الشيء وفرحانين بسلامة ابنهم إحسان. كم قلت لي أعمارهم دكتور؟ سنة ونصف؟ سنتين ونصف، 32 شهر. سنتين ونصف. طيب الآن أعطيني واقعهم الآن. الآن إحسان مثلاً خلينا نقول في عناية مركزة، عناية فائقة، وبسام اسمه؟ بسام وإحسان. بسام وبسام الآن حالته طبيعية؟ بسام نعم، هو لا يزال يحتاج إلى، تعرف هذه عملية كبيرة جداً، وعادة بعد هذه العمليات يحتاج الأطفال إلى مساعدة وإلى يعني أدوية منومة، أدوية خافضة للألم، كذلك يحتاجون إلى محاليل، يحتاجون إلى بعض الأشياء التي تعطى لهم، هو يأخذ الإجراء هذا في العناية المركزة، لكن وضعه مستقر بإذن الله تعالى، نتوقع أنه خلال الأيام القادمة يطلع من العناية، ونتوقع إن شاء الله تعالى إن الأسبوع إلى أسبوعين ربما أنه يغادر المستشفى بإذن الله تعالى. ما شاء الله. كل شكر لك ضيفنا الدكتور محمد النمشان، استشاري بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، استشاري الجراحات الأطفال. شكرا جزيلا لك، وهذا شيء من عم ربي وفضل علينا ان احنا نتمكن على مستوى العالم لهذا النوع من الجراحات الصعبة جدا. يعني هذه العمليات تعتبر مفخرة يعني، واحنا ما لنا فضل يعني، نحتسبها أجر عند الله سبحانه وتعالى. مركز الملك سلمان للإغاثة دائما ما يستقبل مثل هذه الحالات، واعتقد سبق وان تم تغطية مثل هذه العمليات في برنامج من السعودية، وكنا نسأل الأهل يعني كم استغرق الوقت حتى تمت الاستجابة وعمل العملية، ترى في غضون أسابيع تقريبا، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء الحمد لله، وهذا يعتبر مفخرة خصوصا بالطاقم الطبي اللي عندنا برئاسة الدكتور عبد الله الربيع، يعني الحمد لله والشكر، نفرح دائما بمثل هذه العمليات. بالفعل، وإحنا نفرح كمان فرحة صراحة الوالدين أنهم يعني يفرحوا بشفاء أبنائهم، ونقول الحمد لله يعني أنكم وصلتوا هالفترة، يعني حتى لو عمرهم سنتين ونص، ونقول يا رب الله يقومهم بالسلامة ويكتب الخير دائما إيش ما كان القدر. السعودية رائدة في مثل هذه العمليات من أكثر من تقريبا 25 سنة تقريبا أو أكثر حتى، أو حتى تزيد، عملنا أكثر من، أنا والله ما عندي إحصائيات معينة، لكن الآن وصلت أعمارهم يمكن نوم في الجامعة الحين اللي سوينا لهم بالفعل عمليات سيامية. أنا ما أنسى التوأم البولندي، كان أعتقد أتوقع التوأم البولندي يعني كانت من أجمل القصص اللي مرت علينا في تاريخ الفصل السيامي. طبعا إحنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، حنشتاق لكم لبدأ أسبوع كامل، وما أنسى حنختم بأبها ترى حنختم بالمناظر الجميلة، طبعا ما شبعنا منها أنا وعبد العزيز، وأكيد حتستمتعوا فيها. طبعا وصلنا للختام مثل ما قلنا لكم، وأشكر أكيد مصممة عباتي اليوم، المصممة لينزو ديزاينر، شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز. شكرا لك يا نوح، نختم بمناظر من أبها، نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله، مع السلامة. في سحابة I'm
يا ذهب